حتى لو اني تعبان، حتى ولو حتى لو منك ما اجلت المباراه، عطني حقي، انا بس ابغى حقي، انا ما ابغى شيء ثاني. والله العظيم عطني حقي بس. اللي صار اليوم مسخره، والله مسخره يا اخي. العالم قاعد تشوفنا من كل مكان، من كل مكان يشوفوننا. الكوارث التحكيميه هذه لو تكون موجوده في 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 في, في, في رياضتنا ما بتتطور ابدا. والله العظيم كارثه تحكيميه يا اخي. ترى كل مباراة مهمة، كل بداية الدوري، نهاية الدوري، وسط الدوري، كل مباراة مهمة، كل ثلاث نقاط مهمة. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. فضيحة تحكيمية ومهزلة جرت بحق نادي النصر السعودي من قبل حكم المباراة. أطالب من إدارة النصر أي مباراة نادي النصر يحكمها حكم أجنبي. الدولة ما قصرت الله يعزها، وقنوات كثيرة عالمية تنقل المباراة. بسبب أخطاء الحكم يضيع مجهود موسم كامل. شكرا لمدرب النصر كاسترو، شكرا للعيبة اللي شاركوا، مع أن في غيابات أجانب ولعيبة محليين، ورغم أخطاء التحكيم بيض الله وجهكم. هارد لك لكل مشجعين نادي النصر. خسارتنا اليوم أمام نادي الاتفاق، كلنا نعلم عن الظروف اللي جالس يمر فيها النصر، فريق في غضون 25 يوم، أقل من 25 يوم، ما بين اليابان والبرتغال والطائف وأبها والرياض والدمام في ظل الرطوبة العالية، أيضا في الدمام في ظل الغيابات اللي المدرب انجبر أنه يريح اللعيبة. الفريق الأساسي باستثناء لاعبين تلعب بدون قلب دفاع، ترحم بالمحور في قلب الدفاع في ظل الإصابات اللي يعاني منها النصر في هالخط تحديدا، وفي ظل عدم وجود الأجنبي إلى الآن في هالمركز. القادم أجمل بإذن الله. بداية الدوري اختبار للعيب المحليين، قدموا مباراة حلوة. الحكم ما راح أتكلم عن التحكيم لأن كل شيء واضح للجميع. الحمد لله على كل حال، القادم أجمل جماهير النصر بإذن الله. أبطال يا لعيبة العالم، ما قصرتوا، بيض الله وجيكم. انتهى لقاء الاتفاق والنصر، أول لقاء في الدوري، خسارة نادي النصر. هارد لك يا جمهور العالمي، معوضين خير، تونا محققين البطولة العربية وأول مباراة في الدوري، بقينا 32 مباراة. ما نلوم اللاعبين ولا نتكلم يا جماعة، نهدي، وقدامنا 32 مباراة، راحت مباراة واحدة بس. والله العظيم انهم رجال وما قصروا اللعيبة. رونالدو غايب، تلسكا غايب، بروزوفيتش غايب، فوفانا غايب، لجامي غايب، العمري غايب، سلطان غنام غايب، الفريق الأساسي كله غايب. ما عليه، قدامنا الدوري، ما عليه الاتفاق، عادي خذ راحتك، فريق الأساسي غايب، ما عليه، تجي تطيح في يدنا، تطيح في يدنا الدور الثاني حبيبي. ما عليه، هارد لك يا جمهور العالمي، معوضين، والقادم أجمل بإذن الله ما ترى معينا. أقسم بالله العظيم لما ألاقي الله متقصدة. أنتوا تخافون الله، أنتوا تخافون إنه في قبر ما حد بينفعك. هذه ضريبة البطولة اللي أخذناها قبل يومين، أقسم بالله العظيم إنها في ذمتك ليوم الدين. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. إحنا كمشجعين وجدنا بطولات تسلب من النصر، وآخرها البطولة العربية كادت أن تسلب ضربة جزاء، كانت ثلاث ضربات جزاء. أخي استحوا، فاحت ريحتكم، فاحت. أقسم بالله إنها متقصدة، أقسم بالله إنه حرام، أقسم بالله إنه عيب وفضيحة ومهزلة. فشلتونا قدام العالم، أكثر من 100 دولة يتابعون المباريات، العالم كله يضحك. استحوا استحوا استحوا، خليها مباراة شريفة، اعطني حقي، أخسر عايدي خسارة عايدلة، أما إنك تفوز علي بصافرة ظالمة، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وما زال الهويش يمارس هواياته أمام النصر. ضربة جزاء للنصر أوضح من عين الشمس، لمست يد المدافع والحارس كذا ضرب ماني ضرب. إلى متى يا هويش وانت ناشب لنا؟ الله يهديك بس. بيض الله وجيهكم، ما قصرتوا رجال، أشهد لله إنكم رجال. وهم الشيء اللي يبغونه إيش؟ شق الصف النصراوي عشان إيش؟ نقلب على القلب اللعيبة ونقلب على الإدارة. ما قصرتوا، حسبي الله على كل ظالم. مبروك للصافرة، مبروك للصافرة، وهارد لك لكل نصراوي شريف وحر. تظلمني، تظلمني في منه فوقي وفوقك. أنا مشجع أتعب، أنا مشجع أتعب، صافرة ظالمة تسلب حقوقي أكثر من 50 بطولة من لما بديت أشجع النصر. أقسم بالله إنه أكثر من 50 بطولة تسلب بصافرة ظالمة.
صافرة أمام عين نفهم كورة، إحنا مو أغبياء، نفهم إحنا نفهم قبل ما تصير حكام وقبل ما تصير معلق مشجع ومخرج، إحنا نفهم. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد يظلم النصر، حسبي الله ونعم الوكيل، ما قصرتوا بيض الله وجيهكم. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. واضح كده ان السوشيال ميديا السعوديه خدت باع كبير قوي 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 في رد فعل الجماهير، سواء اذا كان بمكسب او بخساره. النهارده معانا رد فعل جماهير النصر السعودي، جماهير العالمي اللي لسه كانت فرحانه من يومين بالبطوله العربيه. النصر السعودي هو بطل العرب، النصر السعودي هو من معه كريستيانو رونالدو وساديو ماني وكبار من نجوم العالم. النهارده جمهور النصر السعودي بيهاجم حكم المباراه بهجوم رهيب، و كمان جماهير النصر السعودي القديمة الكبيرة بتقول ان احنا مش اول مرة نتعرض لظلم تحكيمي، السفارة دي بتضيع حقوقنا، احكم بالعدل في اكتر من 100 دولة بتزيع الدوري السعودي. هجوم كبير قوي من جماهير النصر السعودي على حكم المباراة، لكن كله أشاد بلعيبة النصر، كله أشاد بمجهود لعيبة النصر. النصر السعودي قبل البطولة العربية بيوم كان في اليابان، بعد كده خاض البطولة العربية وقدر يوصل النهائي، وبعد النهائي وبعد التتويج ب 24 ساعة الاتحاد رفض تأجيل مباراة الاتفاق علشان الاتفاق يفوز على النصر السعودي 2-1. ودي لا مش نهاية المباراة، بس تحس حاجة في جمهور النصر، جمهور واعي، جمهور بيفهم كورة، جمهور حابب فرقته. قال لك احنا عندنا 32 مباراة هنعوض، هنكسب، مش هنيأس، دي أول مباراة، احنا فرحانين بالبطولة. وناس كتيرة قالت دي ضريبة بطولة العرب. السوشيال ميديا بتاع الدوري السعودي هتاخد مننا حلقات كتير، ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، وإن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة الخواجة. تحياتي أحمد الخواجة، ومعانا رد فعل جمهور النصر السعودي غضبا على حكم المباراة النصر السعودي والاتفاق. حبيبي يا خواجة.